مساء الخير مشاهدينا الكرام، وتحية رياضية بنوجهها لكم من ملعب سمية سليم ببكفية. والمباراة القمة المنتظرة يلي رح تجمع العمل بكفية والتضامن الشعبي، المباراة يلي رح يتحدد مع متصدر ترتيب بطولة لبنان للناشئين لكرة الصالة، مباراة بغاية الأهمية بين الفريقين يلي حتى اللحظة عندهم العلامة الكاملة سواء العمل بكفية يلي حقق 9 نقاط من 3 مباريات، أو أيضا التضامن الشعبي يلي حقق الأمر نفسه. العمل بكفية صاحب أفضل خط هجوم بهيدا الدوري ب 29 هدف، التضامن الشعبي والعمل اثنيناتهم هن الأفضل دفاعيا هذا الموسم، ما تلقت شباكهم إلا 7 أهداف لكل فريق منهم، وبالتالي المباراة رح تكون منتظرة بين الفريقين، مباراة بغاية الأهمية، والفائز بكل تأكيد رح يكون عم يقطع الشوط مهم ومهم كتير نحو إحراز اللقب. يعني العمل بكفية اشتقنا نشوف العمل بكفية عم بينافس على البطولات، خاصة بطولات الفئات العمرية، هو الفريق يلي يعتبر خزان من اللاعبين، لطالما قدم عدد كبير من اللاعبين لأندية الدرجة الأولى وأندية الدرجة الثانية حتى اليوم. يعني بنشوف العديد من اللاعبين ضمن الأندية المنافسة حتى هن من أبناء العمل بكفية، العمل بكفية المنافس الجدي على لقب بطولة الشباب رغم تفوق شويفات بهذا الملعب بمواجهة الذهاب واقتراب حسمه لللقب، هو أيضا منافس جدي على لقب الأندر 16 وعينه بكل تأكيد على الخروج بوحدة على الأقل من هول البطولتين، وبالتالي كوتش الياس يمين والكوتش يوسف شبلي عندهم عمل كتير كبير بمباراة اليوم. أما على الجهة الأخرى فالكوتش محمد الأغا يلي أيضا بدوره واحد من يعني الفرق المنافسة دايما على الألقاب على صعيد الفئات العمرية، سواء عندما لعب تحت اسم شويفات أو حاليا تحت مسمى التضامن الشعبي، وبالتالي دائما عنده فرق منافسة، عنده فرق منشوفها عم بتصارع على الألقاب ولو ما ابتسم له الحظ بعد لإحراز بطولات، ودائما كان عم يحتل المركز الثاني، عندما كان مع شويفات كان عم يحتل المركز الثاني خلف بلدية الغبيري، واليوم عينه على كسر هذا النحس. أكاديمية الرومانيستا يلي عم تلعب تحت مسمى التضامن الشعبي، الفوز بمباراة اليوم راح يمهد له الطريق نحو إحراز اللقب، فهل راح يفوز التضامن الشعبي أو العمل بكفية بهيدي المواجهة الجميلة والمنتظرة، أو إنه التعادل راح يبقى سيد الموقف وتروح الأمور لتنحسم بالإياب؟ كل شيء معقول وكل شيء وارد. البكفية بتضم لاعبين عندهم 12 هدف، هون الحديث عن بيتر تنوري هداف البطولة حتى اللحظة ب7 أهداف، وجاك صليبة كابتن الفريق الرقم 5 عنده 5 أهداف أيضا، إذا خطورة بكفية عم بتكون ببيتر تنوري وعم بتكون بجاك صليبة. بيتر اللاعب المتألق الرقم 8 وجاك صليبة اللاعب رقم 5، اثنيناتهم اليوم على ارض الملعب الى جانب اللاعب ايليل خوري واللاعب رقم 11 سيسين القاعي، وبحراسه المرمى الحارس انطوني الجميل، حارس يلي شفناه بالمواسم الماضيه موجود عم بيكون ايضا موجود بهذا الموسم، واحد من الحراس المتالقين عند فريق العمل بالمقابل عند فريق التضامن الشعبي بحراسة المرمى الحارس أحمد الأسعد مع تسديدة ومحاولة المتابعة لكن مقطوعة، اللاعب رقم 96 حمدان شتيوي، أيضا اللاعب رقم 7 كريم المعتوق، اللاعب رقم 9 محمد رنو، وأيضا كابتن الفريق اللاعب ابراهيم صقر. هيدي هي تشكيلة التضامن الشعبي، الصقر عم يستلم الكرة عم بيمرر مقطوعة من جاك صليبة والكرة بتروح للاوت، اوت اذا مع جاك صليبة للخوري مرة جديدة عند التنوري بيتر، والكرة عم يتابع عليها جاك لكن عم بتمر لخارج ارض الملعب، اوت لصالح
التضامن الشعبي. حمدان لعب الكرة، جاك قطعها، عادت لصالح بكفية مع اللاعب رقم 11 اللاعب سيسين الأعي. أوت إذن. عم تتحرك، عم توصل من المعتوق للشتيوي للصقر، إبراهيم صقر بيخسر الكرة وخطأ لصالح فريق التضامن الشعبي، وهيدا الخطأ هو الثاني على العمل. صقر لحمدان، حمدان بيمرر والكرة مقطوعة من بيتر تنوري، بيبرم بيمرر الخوري عم بيحاول ويسدد، الكرة مقطوعة من الصقر، اوت لصالح العمل بكفية. مباراة مهمة، مباراة رائعة، يعني عدم وجود شويفات بهيدي البطولة وهو اللي بقي مرشح دائم لنيل الألقاب أعطى وفتح الشهية على العمل بكفية، وأيضا على فريق الرومانيستا التضامن الشعبي لإحراز اللقب. حاليا سيسين الأعي عم بيحاول والكرة مقطوعة، الانطلاقة الانطلاقة فرصة الهدف الأول، الرنو بيحاول والكرة مقطوعة على الكورنر، كورنر للتضامن الشعبي. مع اللاعب رقم 7 اللاعب كريم معتوق، تحركت الكرة والشميل بيخلص، كورنر مرة جديدة، تتحرك من المعتوق بالرأس لكن سهلة عند الجميل بيلعبها أمامية، فرصة مع شاك، شاك صليبة، شاك بالعرض والكرة مقطوعة من الصقر، اوت لصالح بكفية. يعقوب بيستلم، يعقوب بيمر والكرة مقطوعة من الصقر يلي تابع على كرته وتركها تخرج، وعادت مرة جديدة مع أحمد أسعد حارس المرمى. معتوق كريم سلم، كريم مرر للأمام، مقطوعة الكرة من جاك، حلو كتير حلو كتير، شاك صليبة بيسدد وأحمد أسعد بيخلص، فرصة الهدف الأول ضاعت على الصليبة، صقر يسقط على أرض الملعب ولمسة يد والخطأ لصالح العمل. جاك صليبة بكل روح رياضية كان عم بيقومه لإبراهيم صقر، وخطأ لصالح بكفية، خطأ للعمل على التنفيذ. جاك ساسين عم بيحضر نفسه، فهل جاك رح يحضر لساسين يلي رح يسدد، وهل رح نشوف الهدف الأول لبكفية؟ خلونا نشوف. في الفرصة الأولى، الكرة الأولى والمحاولة الأولى تصدى إلى أحمد الأسعد، لكن حاليا بكفية عينون على التسجيل، جاك صليبة بيحضر لساسين يلي بيسدد، وأحمد أسعد مرة جديدة، بيتر تنوري هدف الدوري عم بيسدد والكرة مقطوعة على الأوت، تنوري والتسديدة من الأعي والكورنر لصالح بكفية، بيتر بيتركها لا ساسين الأعي يلي حضر، جاك كنترول، جاك تمريرة، بيتر تنوري برم، بيتر حضر، فرصة لبكفية، فرصة لبكفية والتسديدة راحت بعيدة، التسديدة من إليل خوري راحت بعيدة إلى خارج أرض الملعب، والأوت لصالح التضامن الشعبي. حاليا مقطوعة والانطلاقة من الرنو، نطعت الكرة، عادت مرة جديدة مع كريم معتوق، للصقر إبراهيم صقر،
عادت مرة جديدة مقطوعة الكرة، جاك صليبا، جاك بيبرم جاك، والكرة مقطوعة، الانطلاقة، الانطلاقة بالعرض والكرة مقطوعة مرة جديدة لبك فيا. سيسين القاعي، سيسين عم بيمر، سيسين بيخسر الكرة، حلو كتير التمريرة، كريم معتوق خسر الكرة لكن استعادها ابراهيم صقر، كنترول وتسديدة ورنو، تسديدته كانت ضعيفة، كانت ضعيفة تسديدته للرنو. الكرة الأمامية مقطوعة والتسديدة راحت بعيدة. جاك لبيتر تنوري بيتقدم بالعرض، فرصة الهدف الأول عم تتخلص، الرنو الرنو خلص الكرة من على خط المرمى، ما معقول يلي عمله اللاعب محمد رنو. الرام 9 منع الرام 12 من صفوف بكفية بتسجيل الهدف الأول، هدف أضاعه ماريو الأشقر بطريقة غريبة، بطريقة غريبة، والرنو تدخل، والرنو منعه للأشقر من الهدف الأول، أوت لصالح التضامن الشعبي. فرصة جديدة والكرة عم بتمر، والاوت لصالح بكفية. اذا كان عم يخرج الخوري ويدخل مكانه اللاعب رقم 12 ماريو الاشقر، بالمقابل اللاعب رقم 10 ايضا دخل على ارض الملعب وهو اللاعب سامي جو مخول. جاك لبيتر تنوري بيتقدم، التنوري بيسدد، والكرة بمحاذاة القائم الأيسر، الكرة عم بتمر وعم بتعود. حمدان شتيوي بيلعبها أمامية للمعتوق، شوف الكنترول، كريم معتوق بيمرر، والكرة للأوت، تتحرك بتعود مرة جديدة، مسعود العكوم سدد، والكرة سهلة عند حارس المرمى. بيتر تنوري، بيتر الاحتفاظ بالكرة، بيتر التمريرة، بيتر الانطلاقة، جاك، جاك صليبا، فرصة الهدف الأول، جاك بيمرر، تسديدة أو التحضير، الإبعاد، الإبعاد من حمدان شتيوي، الكرة راحت أوت. سامي جو بيحضر، بيتر بيسدد، ومقطوعة من حمدان مرة جديدة. إبراهيم صقر بيحاول، بيمر، بيتابع، بيتابع إبراهيم، بيتابع إبراهيم، والتسديدة، التسديدة مرت لخارج أرض الملعب وعادت مع العمل، كرة مع العمل بكفية، عم تتحرك مع بيتر، تنوري والتمريرة الأمامية والفرصة مقطوعة، حمدان، حمدان كاد يخسرها، وبيتر كرته راحت لخارج أرض الملعب. كرة مع الصقر والتمريرة للعكوم، العكوم، العكوم، والشمي اللي بيطلع من مرمي وبيبعد الكرة، كورنر لصالح رومانيستا، عم تتحرك والحكم بيطلب إعادة التنفيذ. عكوم للصقر، والكرة بتتخلص من ماريو، شرب للأشقر على أرض الملعب، اللاعب الصغير الكرة بتتحرك، والشميل بكل ثقة بيلتقط الكرة، الكرة عم بتكون مقطوعة، شرب الأشقر والتمريرة، ليفتي كيك حاضر، والانطلاق، جاك صليبا، جاك، جاك بيمر، لا ما بيمر لأنه الصقر بيتدخل، جاك بيتابع على كرته، جاك بيمر، هالمرة مر، هالمرة مر، وهالمرة لعب بالعرض، والكرة مقطوعة من حمدان للكورنر، كورنر لصالح بكفية مع جاك صليبا، صليبا مقطوع الكرة من جديد، سامي جو أخطأ، سامي جو أخطأ، والكرة راحت أوت،
ماهر الدماسي على أرض الملعب، ماهر بيخسرها، الدماسي خسر الكرة. والمرة جديدة عم بتكون مقطوعة من الصقر لماريو أشقر، بيبرم ماريو، بيحاول ماريو، بيحضر ماريو للمخول، المخول والتمريرة جاك صليبا، والإبعاد إبراهيم صقر تابع على كرته، إبراهيم سقط على أرض الملعب، والخطأ الثالث على بكفية مع مرور السابع دقائق على بداية المباراة، اللاعب الفلسطيني إبراهيم صقر. مرة جديدة إبراهيم أمامية حلوة كتير، العكوم بيتقدم والتمريرة راحت لخارج أرض الملعب. الجميل بيلعبها للأشقر، شوفوا الكنترول، شوفوا التمريرة، شوفوا الوانتول جميل، وفرصة الهدف الأول، شربل الأشقر حضر، أحمد الأسعد خلص، خلص تسديدة المخول، حارس مرمى التضامن الشعبي عم بيخلي النتيجة على حالها. جميلة جدا كانت الحركة من شربل الأشقر على أرض الملعب، والوانتو الوانتو الرائع يلي كان بين شربل الأشقر ومارسيل زين الدين، وبالنهاية الكرة والتحضير والمخول سدد والأسعد خلص، وملا وانتو كانت بين مارسيل وبين شربل الأشقر يلي عم بيقدم أداء كبير على أرض الملعب. بوقت كرة عم بتوصل ناحية العكوم، بيكسر العكوم، بيتقدم العكوم، مقطوع الكرة يا أشقر، يا أشقر شو عم تعمل؟ يا أشقر شو عم تعمل؟ يلي ما بينجح إنه يعمله أنتوني، ويلي ما بينجح إنه يعمله إلي، بيقدر بسهولة يعمله شربل الأشقر على أرض الملعب، الشقيق الأصغر للثلاثي يلي واحد منهم موجود مع العمل بكفاية الفريق الأول، والتاني موجود مع معوض والصعد للدرجة الأولى، أصغرهم سناً، اللاعب تحت ال 16 شربل الأشقر بيعمل كل شيء، كل شيء على أرض الملعب، والتسديدة كان قريب، كان قريب شربل الأشقر من تشيل الهدف الأول، لكن كرته للرقم 20 مرت إلى خارج أرض الملعب وعادت لصالح التضامن الشعبي. نشديد حمدان بيلعبها أمامية، الانطلاقة الانطلاقة والمتابعة ما كانت ناجحة من المعتوق، والكرة عادت لجميل بيلعبها أمامية، مارسيل زين الدين حاول يعمل كنترول والكرة مرت لخارج أرض الملعب. من جديد إبراهيم صقر عم بيمر، عم ينطلق، عم بيتابع، عم بيتابع الصقر، عم بيتابع الصقر، وفرصة الهدف الأول معتوق بيحضر، والكرة مقطوعة، الكرة مقطوعة من القاعي، خطأ واضح، خطأ واضح، شو مهارة إبراهيم صقر، شو مهارة إبراهيم صقر، وبأي طريقة قدر يحصل على الخطأ، ذكي جدا كان إبراهيم صقر بأيدي الكرة، وأربع أخطاء على بكفية. حمدان بيسدد حمدان والكرة لخارج أرض الملعب، بتعود مع الجميل، بتعود الكرة مع أنتوني الجميل. بالمقابل تبديل جديد عند العمل مع دخول اللاعب رافائيل الريس، رافائيل الريس على أرض الملعب. يعني الجميل عند العمل بكفاية إنه دائما منشوف لاعبين بكل الفئات ومن نفس العيال، فارس الريس بالدرجة الأولى، إلي بالشباب، وحاليا رافائيل مع الناشئين. كرة تلعب أمامية، فرصة الهدف الأول، العكوم، العكوم كان قريب، لكن حارس المرمى التقط الكرة وحركها بسرعة للأمام، مرة جديدة عادت لصالح التضامن، وبيتر تنوري كان عم بيحاول، والكرة مرت لخارج أرض الملعب، بتعود لصالح التضامن الشعبي. إبراهيم صقر بيحمل كرة، شوفوا الضغط من الأشقر، شوفوا الأشقر كيف بيدافع، شوفوا الأشقر كيف بيدافع على إبراهيم صقر،
لاعب مهاري بمواجهة مهاري آخر. إبراهيم صائر الاحتفاظ بالكرة، التمريرة للعكوم، العكوم ما بينجح بالكنترول، والضغط من الأشعر والتنوري على دفاع التضامن الشعبي كان إيجابي وقدروا انه يستعيدوا الكرة مرة جديدة. أساسيين، التمريرة لبيتر، بيتر تنوري احتفظ بكرته، تابع عليها، تابع عليها الرقم 8، ما معقول الطريقة يلي عم بيمر فيها وعم بيحاول يحصل على الكورنر، لكن بالنهاية ما بينجح بهيدا الأمر. الكرة بتعود مع أحمد أسعد، والرنو بيدخل مكان العكوم مرة جديدة على أرض الملعب. لأغا بأخر التبديل، إبراهيم صقر بيحتفظ بكرته والتمريرة مرت. مرة جديدة الكرة لخارج أرض الملعب. حلو كتير، رافائيل الرئيس حاول يتابع والكرة راحت آوت. عم تتحرك أمامية برأسه، جميلة جميلة يا عكوم ويا جميل. بأي طريقة لجميل التقط الكرة، عكوم مرة جديدة، عكوم للمعتوق، عكوم 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 وشرب للأشقر بالمكان المناسب. بيتر تنوري مطوع الكرة، عادت مرة جديدة من الأشقر، لمسة حمدان حافظ عليها، حمدان بيحتفظ بالكرة، حمدان بيبرم، يا لعيب يا لعيب يا حمدان، يا لعيب يا حمدان، ويا لعيب يا شربل، يا لعيب يا شربل الأشقر. بأي طريقة عم بيدافع وبأي طريقة عم بيهاجم وبأي طريقة شربل الأشقر موجود. الكرة الأمامية العكوم، العكوم العكوم أضاع كرة سهلة من لحظات، لكن كان عم بيحاول بهالأثناء. بيتر تنوري بيستعيدها، بيتر هدأ في الدوري، بيتر هدأ في الدوري، بيتقدم بيلعبها بالعرض التحضير لاعي، لاعي بيكسر، لاعي بيسدد، والإبعاد من الصقر، ما معقول الصقر بأي طريقة وضع نفسه أمام تسديدة ساسين الاعي، وبالنهاية الكرة مرت، وبالنهاية الكرة عادت لصالح التضامن الشعبي مع إبراهيم صقر. لحمدان كريم معتوق، رنو بيعود إلى أرض الملعب، كريم لحمدان والكرة لخارج أرض الملعب، والكورنر لصالح بكفية. شاك رح يعود إلى أرض الملعب، الصليبة سيسين حاول يلعبها بالعرض، الكرة بعدها داخل أرض الملعب، بيكسب كورنر سيسين. الكرة بتتحرك، كنترول وتسديدة وأبعاد، مرة جديدة عادت، الصقر بيمرر للمعتوق، المعتوق بيحاول يتابع، والكرة مقطوعة من رافائيل الريس، الريس والكونتر أتاك، لكن إبراهيم صقر، إبراهيم صقر شو مميز كان بهيدي الحركة الدفاعية، والكرة عادت مرة جديدة. كرة عم توصل، حلوة كتير، الاستلام من جاك صليبة والتسديدة عم تتخلص، ممتازة ممتازة، حلو كتير المرور يا إبراهيم صقر يا حريف اللاعب الفلسطيني، الحريف عند فريق التضامن الشعبي. مرة جديدة التسديدة عم تتخلص، يعني شفنا عند التضامن الشعبي بلال حمادي، وشفنا عند التضامن الشعبي شاكر أبو شاكر بالفريق الأول، وحاليا عم نشوف إبراهيم صقر، وبالتالي ثلاث لاعبين فلسطينيين مميزين مميزين. يا آغا انت امام خيارات صعبة بالموسم المقبل. كورنر لصالح التضامن الشعبي بوقت خمس اخطاء على العمل، يعني بالاندر 16 ليل اللاعبين يلي بيجيدوا تسديد ركلات الجزاء من مسافة العشر امتار، لكن بالتضامن الشعبي في عنا حمدان، في رنو، في إبراهيم صقر، وبالتالي الأمر أبداً منه صعب. بوقت عند بكفية الأمان موجود بوجودك يا أنطوني جميل. مرة جديدة بيلتقط أنطوني والكرة بتتحرك أمامية، وبيتر تنوري بيسدد، وأحمد أسعد ممتاز ممتاز، حارس مرمى التضامن الشعبي ممتاز،
واداء الشميل مع اداء احمد اسعد بيعكس للفريقين هن الاقوى دفاعيا بهيدي البطوله في ظل امتلاكهم حارسي مرمى واعدين سواء احمد اسعد او حتى انت يا انطوني جميل اوت لصالح العمل تتحرك بسرعه عم توصل من جديد اماميه كنترول جميل محافظه على الكره وبالنهايه بيخسر اللاعب الي خوري اوت اذا لصالح التضامن احمد اسعد تمريره للصقر شوف الضغط شو هيدا يا اشقر كرة مقطوعة تسديدة والكرة للكورنر من جديد تتحرك ومقطوعة والاوت مرة جديدة كرة بتتحرك جميل مقطوع الكرة من حمدان عادت مرة جديدة حلوة كتير المرور حمدان بيقطع ابراهيم صقر والانطلاق ابراهيم صقر والمتابعة ابراهيم والتسديدة والجميل بالالتقاط انتوني للخوري الاحتفاظ بالكرة التمريرة مرة جديدة رافائيل الريس بيلاقي الخوري بيبرم خوري بيلاقي اشقر كنترول وتسديدة حمدان بيخلص والأسعد بيلتقط إبراهيم صقر عم بيتابع رنو حضر رنو وكريم معتوق طالت عنه الكرة لكريم معتوق وسلامات لإبراهيم صقر وست دقائق قبل نهاية الشوط الأول الجميل والمليء بالفرص إلا أنه هيدي الفرص عم تصطدم بتألق أنتوني جميل وعم تصطدم بتألق أحمد أسعد إذا 14 دقيقة لعب والنتيجة التعادل السلبي لكن مباراة جميلة ومباراة عم بتكون مثل ما لازم ومثل ما كنا موعودين أصلا في ظل الأداء الجميل للفريقين بالريجولر سيزون وبالتالي أيضا بهيك مباراة حماسية وبهيك مباراة فيها صراع على الصدارة أكيد الحماس رح يكون أكبر وأكيد الحماس رح يكون موجود أكثر وأكثر بين هول الفريقين يلي رح ينافسوا على اللقب بوقت تسديدة كانت عالية وتايم أوت عم يطلبوا الكوتش محمد آخا أبو العباس إذن عودة بعد التايم اوت يلي طلبوا أبو العباس تسديدة من إبراهيم صقر راحت للآوت
كورنر ايضا لصالح التضامن الشعبي. كرة بتنلعب والجميل يا شميل كاد يخطئ انتوني، لكن لحسن حظه الكرة مرت. حمدان بيحرك وتسديد ترنو راحت الى خارج ارض الملعب. كرة الامامية لخارج ارض الملعب اوت لصالح التضامن الشعبي. كرة من ساسين أمامية، تحرك والمتابعة، فرصة لصالح العمل بكفية بالعرض بتتحرك، لكن الصقر عم بيخلص. سامي جو مخول كان عم بيحرك الكرة وبالنهاية الكرة مرت لخارج أرض الملعب. الكرة تتحرك، ساسين مقطوع الكرة، حمدان أمامية مقطوعة، الرنو بينطلق الرنو، لكن المخول فضل وضع الكرة خارج أرض الملعب. أمامية الكرة والانطلاقة من محمد إبراهيم، الإبعاد كان خاطئ يا صليبة، يا جاك صليبة إبعادك للكرة كان خاطئ والكرة راحت كورنر. تأخر حمدان بالتنفيذ، أنطوني بيحركها لجاك والصقر بترانزيشن مخيفة، عاد بسرعة وقطع الكرة وراحت كورنر للعمل، من كورنر لا تضامن لكورنر للعمل. وأحمد أسعد التقط الكرة والتمريرة الذكية، تقدم إبراهيم، تقدم إبراهيم وسدد والكرة راحت كورنر. كورنر لصالح التضامن. الكرة بتتحرك والتسديدة مقطوعة، عادت مرة جديدة من محمد إبراهيم للصقر لحمدان، حمدان نقلة حلوة للرنو، الرنو حمل الكرة لكنها مقطوعة، المخول بيتابع، المخول بيبعدها وسهلة عم توصل عند أحمد أسعد، وأحمد يطلق هجمة جديدة مع إبراهيم صقر. كورنر بهالاثناء عم يطلبوا الكوتش الياس يمين.
بيتر تنوري بيتابع على الكرة، السيسين بيمرر حلوة كتير، رافائيل الريس الكرة مقطوعة وأحمد أسعد بيلطط. كرة عم بتكون مقطوعة، سيسين 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 بيحضر وبيتر وأحمد أسعد عم يمنع التنوري من هدفه الثامن هيدا الموسم. بيتر بيمر، بيتر بيخسرها من الصقر، انطلاقة الصقر وبيتر انخض على الكرة وأبعدها للأوت. أوت إذا تتحرك إبراهيم للصقر والكرة مقطوعة. كرة عم تتحرك أمامية سهلة بتوصل عند أنتوني. مرة جديدة سيسين طالت عنه الكرة. إبراهيم صقر بيتقدم الصقر، بيتابع الصقر، بيمرر الصقر، العكوم والانطلاقة، العكوم والتمريرة مرت عن إبراهيم والكرة لخارج أرض الملعب بتعود لصالح بكفية. أنطوني أخطأ، أنطوني أخطأ، محمد إبراهيم بيمرر لحمدان، حمدان بيحمي كرته، حمدان بيمرر للعكوم، العكوم كسر، العكوم مر، العكوم بيحصل على الكورنر العكوم. عكوم بيخسر الكرة والتمريرة مقطوعة، عادت مرة جديدة، التقدم والمتابعة والكرة بيقطع الصقر، بيبرم صقر، بيمرر صقر والكرة بالنهاية لخارج أرض الملعب. أوت لصالح العمل بكفية وشربل الأشقر بيعود. الكرة الأمامية وصلت، فرصة الأشقر، أضاع الأشقر للكرة، عكوم بيتقدم، عكوم بيتابع والخطأ السادس، الخطأ السادس على العمل بكفية بآخر الثواني. ركلة جزاء من مسافة العشر أمتار، مين راح يسدد؟ الصقر على التسديد، الصقر على التسديد، ركلة الجزاء من مسافة العشر أمتار، الصقر ومحاولة التسجيل والجميل بين الخشبات الثلاثة. الصقر والجميل، الصقر وفرصة التقدم، الصقر بيسدد وأنطوني، أنطوني جميل بيخلص الكرة والأوت لصالح التضامن الشعبي. تتحرك إبراهيم والتسديدة بعيدة، بعيدة تسديدته لمحمد إبراهيم بتعود لصالح بكفية، الشمي اللي بيلعبها، التنورة برأسه والكرة لخارج أرض الملعب. سلامات لبيتر. صقر بيخسرها من الأشقر، صقر بيستعيدها، صقر بيتقدم، صقر بيتابع، صقر بيمرر والكرة اصطدمت بإبراهيم وخرجت وسلامات للصقر. سلامات للصقر.
السهر عم يطلع ايضا. سلامات للسهر على امل انه العوده تكون جميله، لانه الصقر بشكل قوة كبيرة عند التضامن. الصقر اذا بيخرج، واللي عم يدخل مكانه هو اللاعب ساجد السبع اعين. خطأ بيرتكبه محمد ابراهيم على جاك صليبا. 14 ثانية متبقية. فرصة 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 ساسين، بيسجل ساسين، بيسجل ساسين والهدف الأول. ساسين الاعي عم يعطي التقدم لعمل بكفية بآخر ثواني الشوط الأول. ساسين الاعي كان حاضر، ساسين الاعي كان حاضر، والهدف الأول للعمل عم بيسجله ساسين. إذا ساسين الاعي أعطى فريقه التقدم. ساجد لحمدان والكرة مقطوعة والشوط الأول بينتهي. ملا هدف يا ساسين، وبأي وقت ساسين أعطى التقدم للعمل لينتهي الشوط الأول 1-0. مشاهدينا الكرام، لحظات ومنعود نحن وياكم لمتابعة القمة بين التضامن الشعبي والعمل بكفية.
عودة لمتابعة الشوط الثاني من مباراة العمل بكفاية والتضامن الشعبي. الشوط الأول كان عم ينتهي 1-0 لصالح العمل بهدفه لأساسين الأعي. حاليا إذا بداية الشوط الثاني والكرة عم تكون مقطوعة إلى خارج أرض الملعب. أوت إذا لصالح العمل، بتتحرك مع بيتر تنوري. بيتر بيعود بالكرة ومرة جديدة للأوت لصالح التضامن. تتحرك الكرة مرة جديدة مع الصقر. الصقر كان عم يعاني من إصابة مع نهاية الشوط الأول. إبراهيم صقر بيتابع على كرته، لاعب يلي أضاع ركلة الجزاء من مسافة العشر أمتار عندما كانت النتيجة 0-0. شرب الأشقر بيقطع الكرة ورنه بيحصل على الأوت. كرة مرة جديدة إبراهيم صقر والأوت لصالح التضامن الشعبي. جاك لساسين بيتقدم، ساسين بيمرر لبيتر، بيتر واحمد اسعد التقط الكره. احمد بسرعه بيحركها مع الصقر. صقر تخطى بيتر تنوري وانطلق. الصقر عم بيمرر فرصه مع كريم معتوق. كريم وقت الزيده من رنو والجميل عم بيخلص على مرحلتين. انتوني الجميل كان عم بيخلص. ساسين والتمريره والصليبه، الصليبه بيسدد بالشباك الخارجيه. كره عم بتكون مقطوعه لخارج ارض الملعب. اوت لصالح فريق تضامن. كرة سهل بيلتقطها الحارس. ابراهيم صقر لحمدان الشتيوي بيلعبها قوية. مقطوعة ساسين عم بيسدد والحارس عم بيخلص. اوت لصالح العمل. كرة للخلف الأشقر، عمل كنترول الأشقر عم بيمر وبيحصل على الخطأ. شرب الأشقر عم يحصل على الخطأ. شرب الأشقر خطأ لصالح العمل. كرة عم بتكون مقطوعة والكرة راحت اوت لصالح العمل. كرة حلوة كتير، حلوة كتير، وجاك صليبة عم بيعزز التقدم للعمل بكفية. جاك بيعمل النتيجة 2-0. حلوة كتير الكرة كيف برمت والطريقة يلي وضع فيها جاك الكرة داخل الشباك. Thank you.
الكرة والضغط توصل إبراهيم صقر. إبراهيم وأوت لصالح التضامن الشعبي. كرة وخطأ بتنفيذ الأوت. كرة بتتحرك مقطوعة. عكوم بيمرر والكرة عم بتكون مقطوعة على الأوت. صقر بيمر وبيحصل على الخطأ. كرة عم توصل مرة جديدة حلوة كتير. لا يعني ساسين عم بيقدم أداء كبير. ساسين القاعي حرك الكرة وبالنهاية عم بتكون مقطوعة. بتعود مرة جديدة للعمل. أشقر لساسين بالعرض والكرة مقطوعة. الكرة والمرور عم بيكون مميز والانطلاقة وبالنهاية الكرة مقطوعة. أوت للتضامن والحكم بيعود للخطأ يلي ارتكب عند انطلاق الكرة. خطأين على العمل. صقر مصدر الخطورة عم بيكون باللحظات الأخيرة لكن من دون تشكيل أي خطر على المرمى. عكوم بيحاول. عكوم ضغط عليه من اللاعبين. العكوم بيبرم. العكوم بيمرر فرصة والصقر والكرة راحت اوت. الكرة الأمامية عم بتمر إلى خارج أرض الملعب. الكرة إذن مع جاك صليبة لساسين. ساسين بيمرر والكرة لخارج أرض الملعب. أوت إذن لصالح التضامن. ساجد بيعود إلى أرض الملعب. عكوم للصقر. حلو كتير للعكوم. بيتقدم العكوم والكرة مقطوعة على الأوت. مقطوع الكرة لكن التدخل الرائع من السبع أعين والكرة راحت أوت.
عودة حمدان إلى أرض الملعب. حمدان يعود مع الصقر، حمدان مرة جديدة والتدخل من مارسيل ليقطع الكرة، واوت لصالح فريق التضامن ابراهيم صقر. والكرة اوت لصالح العمل. رافائيل مقطوع الكرة، المرور من جاك صليبا، يعقوب عم يتقدم، جاكوب بيتقدم وبيسدد والحارس عم بيخلص. كورنر للعمل، تسديدة تتخلص مرة جديدة عالية عالية عن المرمى. مقطوع الكرة، المتابعة والعودة، ساجد للصقر، الصقر بيتقدم، الصقر بيخسر الكرة، مارسيل زين الدين بيتقدم والكرة عم بيخلصها الحارس لخارج أرض الملعب. كورنر لصالح العمل. كرة وتسديدة سهلة عم تتخلص، الصقر بيتابع على كرته لكنها مقطوعة. سامي جو مخول وساجد أخطأ، سامي جو مخول والهدف الثالث، الهدف الثالث للعمل بكفية عم بيسجله المخول. صقر والكرة للكورنر لصالح العمل. الكرة بتتحرك، المخول الريس، تمريرة، مارسيل عم بيسدد والكرة لخارج أرض الملعب. بطاقة صفراء لمارسيل. Thank you.
الصقر، بيمرر حمدان، بيتقدم حمدان، وكرة حمدان كانت ضعيفة. صقر، والكرة للأوت. بيتر، والكرة مقطوعة. كورنر لصالح العمل. مخول، والكرة للأوت لصالح التضامن الشعبي. كرة حلوة كثير من الصقر، وبيتر تنوري، والهدف الرابع عم بيسجله الريس، رافائيل الريس عم بيسجل وعم يعمل النتيجة 4-0. كرة مرة جديدة، الكرة عم تتخلص من الجميل، حمدان، حمدان شتيوي، حمدان لوحده بين لعبان، والكرة مقطوعة، رنو للصقر. حمدان والكرة مقطوعة، والاوت لصالح التضامن.
عم ينطلق الصقر، عم بيمرر حمدان، بيكسر حمدان مرة جديدة للصقر، تمريرة وتسديدة والحارس عم بيخلص. كورنر إيثان، صالح التضامن، 7 دقائق و50 ثانية، تسديدة عم بيخلصها لجميل، والآوت لصالح العمل. ماريو بمر وبيسدد والحارس عم بيخلص. الكرة الأمامية مقطوعة وخطأ لصالح العمل. الكرة الأمامية عم بتكون مقطوعة، المعتوق عم ينطلق، عم بيمرر إلى خارج أرض الملعب. رنو بيتقدم بيسدد والجميل عم بيخلص. شرب الأشقر، التمريرة، جاك صليبا بيستلم، بيتر تنوري وأحمد أسعد عم بيخلص. كانت مقطوعة، المعتوق عم يتقدم، الكرة عم تخرج. أشهر بينطلق بيمرر والكرة طالت وخرجت، والآوت لصالح فريق تضامن الشعبي. الكرة بعدها داخل أرض الملعب وآوت لصالح التضامن الشعبي. شرب الأشقر بيتقدم والكرة بيلتقطها الحارس. الكرة والتسديدة عم تتخلص، كورنر لصالح العمل، 5 دقائق قبل نهاية المباراة. جاك
عم تتابع مقطوعة. عادت من جديد مع الصقر يلي بيمر، الصقر عم بيسدد لخارج أرض الملعب. إذن ركلة جزاء من مسافة العشرة أمتار لصالح التضامن الشعبي. حمدان بالمقابل حارس المرمى، حمدان بيتقدم والشميل بيخلص. مرة جديدة حمدان والشميل عم بيخلص، الحارس رافائيل الشميل بعد ما خرج أنطوني الشميل من أرض الملعب. خطأ لصالح العمل، وهيدا الخطأ الرابع يلي بيحصل عليه فريق العمل بكفاية. كرة الأمامية والكنترول لخارج أرض الملعب، أوت لصالح التضامن الشعبي. كرة مقطوعة وبتمر وخطأ جديد على التضامن الشعبي، هو الخامس والفريق أيضا بيت بالفاول ترابل. عم 3 دقائق و50 ثانية من نهاية المباراة. كرة الأمامية مقطوعة، طويلة سهلة توصل عند الأسعد. مرة جديدة التسديدة عم تتخلص، بتعود من جديد الكرة الأمامية والتسديدة والحارس بيلتقط. فرصة جديدة ورافائيل لسامي جو. كمان الكرة مع المخول، الكرة مخول بيسدد والكرة لخارج أرض الملعب.
ضغط ايضا على حامل الكره على حمدان اللي عم يخسرها من جاك، والتسديده داخل الشباك. يعني حمدان اخطا، احمد اسعد اخطا، وسامي جو مخول بيعرف كثير منيح يستفيد من الاخطاء وبيسجل هدفه الثاني بمباراه اليوم. النتيجه صارت 5-0، نتيجه كبيره، وبهيدا الفوز العمل بكفيه عم بيصعب المهمه كثير 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 على فريق التضامن الشعبي، والبطوله عم تقترب من بكفيه اكثر واكثر. الفريق يلي وصل بالموسم الماضي للفينال وخسر امام الشويفات المدجج بالنجوم، بهيدا الموسم عم بيكون قريب جدا بعد هيدا الفوز من تحقيق اللقب. دقيقة ونص قبل النهاية، التايم اوت عم يطلبوا ابو العباس محمد الاغا مدرب التضامن الشعبي. بكل المباريات تلقى 7 اهداف فريق التضامن الشعبي، وبمباراة اليوم واحدة عم يتلقى 5، رقم كبير. الامر يلي بيعكس القوة الضاربة عند العمل بكفاية. الكرة عم بتكون مقطوعة، وفرصة الهدف السادس لأشقر، والكرة عم تتخلص. يعني كان في مطالبة بركلة جزاء، والكرة مرت لخارج أرض الملعب. كورنر بتتحرك، كنترول، صليبة، تمريرة سهلة عند حارس المرمى. الكرة الأمامية رنو، مقطوعة، شرب الأشقر، والتمريرة للتنوري يلي بيسدد وبيسجل. ما بيرضى إلا أنه يوضع بصمته بيتر تنوري بمباراة اليوم، بيسجل هدفه الثامن هيدا الموسم على نفس رقم عميصه، والنتيجة 6-0 قبل دقيقة من النهاية. نتيجة كبيرة جدا بملعب سمية سليم بكفية. ساسين، والكرة مقطوعة. جاك لبيتر، صليبة، تنوري، كرة الأمامية، ساسين، مقطوعة من الصقر. كرة بتتحرك، يخلصها الحارس. عكوم بيسدد وبيسجل الهدف الاول لفريق التضامن الشعبي، عم بيسجله العكوم، والنتيجه 6-1. إذا المباراة عم ننتهي بفوز العمل بكفية 6-1 على فريق
تضامن الشعبي. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل شيء من ملعب سمية سليم. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.